باختصار شديد الستريم لاين ايكويشن. المجال الكهربي بيمر في خطوط بيسموها خطوط الستريم لاينز، خطوط المجالات. المجال اللي بينتشر في الستريم لاين ده، فبيجي الدكتور في الامتحان يطلب منك الستريم لاين ايكويشن، معادله الخط او معادله المستوى اللي بيمر فيه المجال. فلازم يا باشمهندس يكون مديك معادله المجال او يخليك تحسبها. يعني يا باشمهندس يجيب لك مساله كده ويقول لك يا باشمهندس في اول المساله احسب لي المجال عند النقطه، فتحسب انت المجال الاول، وبعد ما تحسب المجال اللي انت جبته اصلا هات منه معادله الستريم لاين ايكويشن. حلو، هجيب ازاي معادله الستريم لاين ايكويشن؟ في الغالب هتلاقي يا باشمهندس الدكتور لو خلاك تحسبها او حتى لو هو اداها لك جاهزه، فهتلاقي يا باشمهندس في الغالب الدكتور مديها لك في احداثي اليو اكس وفي احداثي اليو واي بس، عشان ما دخلكش في تفاصيل. في الغالب احنا لما بنجيبها في الامتحان بتكون يا باشمهندس في الاكس والواي، عشان انا ما دخلكش في تفاصيل كتير. الاكس والواي هتلاقي حاجه في الاكس وحاجه في الواي. الحاجه اللي في الاكس دي بنسميها اي اكس، والحاجه اللي في الواي دي بنسميها اي واي. معادله الستريم لاين عباره عن الاي واي باي اي اكس، اي واي مقسوم على الاي اكس، في الدي واي يساوي الدي واي على الدي اكس. هتجيب الاي واي، ادي يا باشمهندس الاي واي، فين الاي اكس؟ ادي يا باشمهندس الاي اكس. تضرب طرفين في وسطين فهيطلع لك يا باشمهندس حاجه بالمنظر ده كده. تودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فتجيب ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، كانك بتجيب معادله عاديه. وبعد كده يا باشمهندس ده تكامله بالنسبه للاكس، فلما تكامل ده بالنسبه للاكس يديك اكس تربيع على 2، لما تكامل ده بالنسبه للواي يديك واي تربيع على 2، لما تكامل الصفر يديك ثابت، لما تكامل الصفر يديك ثابت. بس هتلاقي بقى المعادله مكتوبه كده، او مثلا هتلاقي الدكتور مودي لك الواي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فتبقى اكس تربيع على 2 بتساوي واي تربيع على 2 زائد سي، مش فارقه. المهم ان دي معادله الايه؟ الستريم لاين ايكويشن. في الغالب معادله الستريم لاين ايكويشن مش هتخرج عن كده، ومش هتلاقي في الامتحان اكتر من دي اكس والاي واي، عشان ما يدخلكش في تفاصيل، لانه لو جاب اكتر من كده دي كانت هتبقى عايزه شابتر يتشرح فيه الستريم لاين، وانت ما عندكش اصلا في المنهج شابتر يتشرح فيه الستريم لاين، ففي الغالب هي اتقلب بشكل عابر كده على المواضيع دي. وده مثال بالمناسبه محلول في المراجع، يعني هو ما فيش غير المثال ده اللي محلول في المراجع، فهو ده بس ايه اللي ممكن لو تعرض ليها في الامتحان هيبقى على الشكل ده. الدايفيرجنس، عشان نفهم الدايفيرجنس لازم الاول نفهم حاجه اسمها الديل اوبريتور. الديل اوبريتور، الديل اوبريتور ده من اشهر الحاجات اللي هتشوفها كتير في منهجنا، هتشوفها كتير جدا، بس مش هتلاقيه ديل اوبريتور. يعني لما هتلاقيه في الامتحان مش هتلاقيه ديل، امال هتلاقيه ايه؟ بص بقى، الديل اوبريتور ده لما بنكتبه هو عباره يا باشمهندسين، الديل اوبريتور ده هو عباره عن التفاضل بتاع الاكس في اتجاه اليو اكس زائد البارشال ديريفاتيف بتاع اليو واي في اتجاه اليو واي زائد البارشال ديريفاتيف بتاع الزد في اتجاه اليو زد. بارشال ديريفاتيف، تفاضل جزئي بالنسبه للاكس في اتجاه الاكس، تفاضل جزئي بالنسبه للواي في اتجاه الواي، تفاضل جزئي بالنسبه للزد في اتجاه الزد. يبقى اذا يا باشمهندس المعلومه الاولى اللي انا عايز اعرفها من الديل اوبريتور ان الديل اوبريتور ده فيكتور. يبقى يا باشمهندس لو جات لك وقال لك الديل اوبريتور ده يا باشمهندس فيكتور اور سكيلر، لا يا باشمهندس فيكتور اهو، فيكتور. بص بقى، الديل اوبريتور ده لو اتحط في ثلاث مواضع بيتغير المسمى بتاعه. لو اتحط في ثلاث مواضع بيتغير المسمى بتاعه، ودي بقى تصمها زي اسمك. الديل اوبريتور لو اتضرب في المتجه كده يبقى اسمه جريد. لو اتضرب في المتجه بدون دوت ولا سكيلر ولا اي حاجه يبقى اسمه جريد، جريد. ولو اتضرب يا باشمهندس دوت برودكت في متجه يبقى اسمه دايفيرج. ولو اتضرب يا باشمهندس كروس برودكت في المتجه يبقى اسمه كيرل. يبقى يا باشمهندس لو الدكتور جه في الامتحان وقال لك هو الديل اوبريتور ده متجه ولا سكيلر؟ لا متجه. لو جه يا باشمهندس لقيت الدكتور راسم لك في الامتحان المثلث المقلوب ده مضروب مباشره في متجه يبقى اسمه جريد. دوت برودكت في المتجه يبقى اسمه دايفيرج. كروس برودكت في المتجه يبقى اسمه كيرل. جريد، دايفيرج، كيرل. طيب هل يا باشمهندس في امثله توضح لي ايه هو الجريد وايه هو الدايفيرج وايه هو الكيرل؟ قال لك اه في. ما هو يا باشمهندس اكيد مش هيستخدمهم في الفيلد بتاعتنا ديت هباء، يعني اكيد يا باشمهندس في قوانين بتتعامل بده او بتتعامل بده او بتتعامل بده. قال لك اه اكيد طبعا، امال يعني جابهم ليه؟ قال لك مثال على حته الجريد دي يا باشمهندس، مثال على حته الجريد ان يا باشمهندس الاي يساوي سالب جريد الفي.
المجال الكهربي شدة المجال الكهربي تساوي سالب جريد الفولتج اللي هو البوتنشال. ده البوتنشال اسمه البوتنشال اللي هو الجهد يعني ده اسمه بوتنشال. يبقى يا باشمهندس مثال على حتة الجريد دي ان يا باشمهندس المجال الكهربي اللي هو اسمه electric field intensity او electric field strength يساوي سالب جريد الفي. خلي بالك انت قلت ايه سالب جريد ده اسمه سالب جريد الفي. سالب جريد الفي اللي هو البوتنشال ده المثال الاولاني على حتة الجريد. طب الدايفيرج قال لك قانون ماكسويل. ماكسويل يا باشمهندسين قال ان الدايفيرج بتاع الدي يساوي الرو في. قانون ماكسويل. ماكسويل قال ان كثافه الحجم كثافه الشحنه الحجميه تعادل دايفيرج الدي تعادل دايفيرج كثافه المجال. دايفيرج ده اسمه قانون ماكسويل. ماكسويل ايكويشن دي اسمها قانون ماكسويل. طب الكيرل خلي بالك احنا بننط يعني احنا بننط الحاجات اللي احنا بنقولها دي بننط شباتر بس لازم تشوف الحاجات دي يا باشمهندس وتتعرض لها لان بالمناسبه موضوع الديل اوبريتور ده المفروض كان يتشرح مع شابتر واحد بس بما انه اللي هتكون عارف القوانين فغالبا عشان نتخطى حاجز القوانين ده بص يا باشمهندس في معادله لحساب الدايفيرجنس بتقول ايه. الدايفيرجنس يا باشمهندس لما تحب تجيب الدايفيرج بتاع الدي يساوي ايه؟ يساوي يا باشمهندس دي نورمال دوت برودكت دي نورمال دوت برودكت الدي اس مقسوم على الدي في. ذاكر بس المعادله دي وهقول لك تستخدمها ازاي وتعرف تستنتج منها اي قوانين للدايفرج حتى لو الدكتور مش ادالك في الامتحان ومش هتتخطى منك حاجز الدقيقه. يعني هتستنتج المعادله مش هتغلط فيها ومش هتتخطى منك حاجز دقيقه لانه ممكن مش يديهالك. بص يا باشمهندس دايفرج الدي دي القاعده العامه بتاعته. لو حبيت تجيب دايفرج الدي تجيب المتجه العمودي بتاعك تضربه في الدي اس مقسوم على الدي في اللي هو الحجم. طب تعالى كده يا باشمهندس نحاول نعملها على اي نظام. تعالى كده نمسك الانظمه بتاعتي اللي هم اصلا الثلاثه بتوعي واطبق عليها القاعده دي واشوف كلام الباشمهندس صح ولا غلط. اولا يا باشمهندس دايفرج الدي ها اهو وهنتكلم على النظام الكارتيزيان. دايفرج الدي يا باشمهندس يساوي انت بتقول الدي نورمال. انت بتقول الدي نورمال. طب هو يا باشمهندس الدي نورمال بتاعك الدي نورمال بتاعك في حاله النظام الكارتيزيان هيبقى عباره عن كام كومبوننت. كام كومبوننت مش المفترض يا باشمهندس لو انا قلت لك ان هو اكس بيساوي صفر بلين يبقى العمودي هو الاكس اه ولو قلت لك واي بيساوي زيرو بلين يبقى العمودي هو الواي برضو اه ولو قلت لك زد بيساوي زيرو بلين يبقى العمودي هو الزد. ايوه يعني يا باشمهندس السطر الاولاني ده ممكن يكون دي اكس دي اكس في دي واي دي زد وممكن يكون دي واي في دي اكس دي زد وممكن يكون يا باشمهندس دي زد في دي اكس دي واي. حد عنده حاجه؟ اهو ده يا باشمهندس العمودي ودول المتجهين التانيين التانجنت. ده يا باشمهندس العمودي وده المتجهين التانيين التانجنت. ده يا باشمهندس العمودي وده المتجهين التانيين التانجنت. يتقسموا على الحجم. طب ما هو الحجم يا باشمهندس هو عباره عن الدي اكس في الدي واي في الدي زد. ها تعمل ايه بقى؟ بص بقى توزع البسط على المقام بس. ها وزع البسط على المقام. يلا لما توزع البسط على المقام لما توزع البسط على المقام هتلاقي ايه؟ الدي واي والدي زد ده راح مع ده ففضل لك دي اكس باي دي اكس. لما توزع البسط على المقام يفرض لك واي في دي واي. لما توزع يا باشمهندس ده يبقى دي زد باي دي زد. بس تفاضل جزئي. وباختصار شديد لو رجعت لقانون الدايفرج اصلا هتلاقي يا باشمهندس ان اساسا الدايفرج ده عباره عن ايه؟ الديل اوبريتور ضد برودكت في الدي، صح ولا غلط؟ ضد برودكت في الدي، ايوه. طب ما هو ده اللي اسمه دي اكس. وهو ده اهو اللي اسمه دي واي وهو ده اهو اللي اسمه دي زد ايوه. ولو حبيت تكتب الديل اوبريتور الديل اوبريتور عباره عن التفاضل بتاع بارشل دي اكس في اتجاه اليو اكس زائد بارشل الواي في اتجاه اليو واي زائد بارشل الزد في اتجاه الاي زد. ما تعرفش يا باشمهندس تضرب لي دوت برودكت كده؟ دوت برودكت يا باشمهندس كنت بضرب المعايير في بعضها. لو ضربت ده في ده هيديك ايه؟ هيديك ده. ولو ضربت التاني في التاني هيديك ده، لو ضربت التاني في التاني هيديك ده، يعني دوت برودكت شغال ولو جبتها من القاعده والقانون برضه شغال. يعني ده يا باشمهندس في الدي اكس دي سهله ومساله بسيطه وسهله وهايفه و100 100. بس المشكله ان الدكتور ما بيجيبهاش في الاكس.
الدكتور بيجيبها في النظام الاصعب بقى، يجيبها لك في النظام السلندريكال او يجيبها لك في النظام السفيريكال. تاني يا باشمهندسين عشان ما تتلخبطش في الجزئيه دي، ها لو انت حبيت تجيبها كده صح، ولو انت حبيت تجيبها كده صح، يبقى لو جبتها من القاعده ماشي، ولو جبتها يا باشمهندس من هنا ماشي، ولو حفظتها ماشي. بس تعالى بقى في النظام الثاني يا باشمهندس اللي هو الاصعب اللي هو النظام السلندريكال مثلا. في النظام السلندريكال المفترض يا باشمهندس انك لما تعمل الدايفيرج بتاع الدي لو هو في النظام السلندريكال، فالمفترض تكتب هنا ايه؟ يا اما يا باشمهندس لو الدي رو هو العمودي يبقى المتغير هو الفاي وهو الزد. بس لما بتيجي تعوض يا باشمهندس عن الزد او عن الفاي كنت المفروض بتحط ايه؟ بتحط رو عشان تعوض عن الفاي. زائد لو كان العمودي هو الفاي فتحط هنا يا باشمهندس دي رو دي زد. طب يا باشمهندس لما كان العمودي هو الزد فتحط هنا رو دي رو دي فاي. اقسم على الحجم، الحجم بتاعك يا باشمهندس محفوظ رو دي رو دي فاي دي زد. اقسم. يبقى الخطوه الاولى في انك يا باشمهندس تحدد العمودي. معروف معروف ان يا باشمهندس لما اجيب لك الكومبوننت ده واقول لك معروف ان انت ممكن يكون عندك في النظام السلندريكال كام عمودي؟ ما هو يا باشمهندس يا اما الرو عمودي يا اما الفاي عمودي يا اما الزد عمودي. لو كان الرو هو اللي عمودي يبقى المتغيرين هو الفاي والزد، وبما انه فاي فتحط معاها رو. لو كان الفاي هو العمودي يبقى المتغير هو الرو والزد. لو كان الزد هو العمودي يبقى المتغير هو الرو والفاي وبتعوض عن الفاي بالرو بس. وبعدين بتكتب الحجم. نفس الكلام في الاكس. يلا يا باشمهندس نوزع كده. الباشمهندس هيجي يقول لي طير الزد مع الزد، اقول لك ايوه صح طير الزد مع الزد ملهاش لازمه، الزد تروح مع الزد. ادي يا باشمهندس الدي وادي يا باشمهندس الدي فاي مع الدي فاي. اطير الرو مع الرو؟ ادي اول مشكله. قال لك يا باشمهندس ما ينفعش تطير الرو مع الرو. طب ليه؟ قال لك لانك اصلا بتفاضل على الرو، فلو انت طيرت الرو مع الرو يبقى انت شلت حد من حدود الحاجات اللي هتتفاضل، فما ينفعش يا باشمهندس. يبقى دي اول خطوه بتلخبطك لما بتحفظ القانون، بتنسى الرو. فهنا يا باشمهندس لما تيجي توزع الرو ما ينفعش تتشال مع الرو لان هي هتتفاضل. يبقى يا باشمهندس بيكون الناتج واحد على رو بارشل رو في الدي رو بارشل رو. اللي فوق ده هو كله بيتفاضل الاول وبعدين بيتضرب فيه واحد على رو. يبقى اللي فوق كله جوه التفاضل، لان يا باشمهندس باختصار شديد هي الدي رو دي بتكون معادله في ايه؟ الدي رو دي بتكون معادله في ايه؟ معادله في الرو. لا على فكره ده توهان، الناس تفوق كده في امتحان، والدايفرجنس ده عليه ثلاث او اربع حاجات في الامتحان او خمسه، بيجي عليه حاجات كتير في الامتحان، الناس تفوق كده. سهل جدا احفظها، عمرك ما هتعرف تحفظ دي، هتوه هتنسى حاجه في النص. فالناس تركز كده وتفوق. هنا يا باشمهندس الدي رو لو كنت كتبت كده يا شباب دي بيساوي رو في الدي رو زائد 2 رو زد في الدي فاي او في اتجاه الاي فاي زائد زد في اتجاه الاي زد. فين الدي رو يا باشمهندس؟ اهو ده اسمه الدي رو. الدي رو معادله في الرو، الدي رو معادله في الرو. وبما انه يا باشمهندس معادله في الرو يبقى لو انا طيرت الرو دي مع الرو ده يبقى انت كده شلت حد من حدود الحاجات اللي هتتفاضل، لان المفروض لو ضربت الرو في الدي رو اللي هو برو اصلا هنا يبقى رو تربيع، يبقى انت كنت هتفاضل رو تربيع، انما دلوقتي لما شلت الرو مع الرو يبقى انت بقيت بتفاضل رو. يبقى بدل ما كان الناتج بتاعك يطلع 2 الرو لا ده انت طلعت واحد في التفاضل، يبقى انت بوظت الدنيا، بوظت المساله اصلا. فهنا يا باشمهندس الدي رو دي معادله، معادله في الرو، معادله في الرو. وبما انها معادله في الرو يبقى ما ينفعش ده يتشال مع ده، هيخش هو معاه جوه التفاضل وبعد ما تفاضل تضرب في واحد على رو. يبقى دي الاولى. طب يا باشمهندس نفس الكلام بالنسبه للدي فاي، ها تعالى كده يا باشمهندس شوف الدي فاي. الدي فاي ها بص بقى، الدي رو هتروح مع الدي رو والدي زد هتروح مع الدي زد، ويفضل معاك يا باشمهندس بارشل الدي رو بارشل الدي فاي باي بارشل فاي. بس في واحد على رو تحت اهي، في رو لسه فاضله، يبقى واحد على رو. طب لما تيجي على الزد بقى يا باشمهندس هتشيل الفاي مع الفاي، هتشيل الرو مع الرو. المره دي بقى يا باشمهندس هسيب الرو هنا ولا هشيلها؟
هتتشال. ليه بقى؟ لان اساسا الدي زد المفروض مش معادله في الرو، يعني الزد دي المفروض معادله في الزد بس. يبقى يا باشمهندس ما تنفعش رو، يبقى الرو بتروح مع الرو ويفضل يا باشمهندس بس معاك بارشال الدي زد باي بارشال زد. ادي يا باشمهندس المعادله. طب يا باشمهندس مش عارف برضو ذاكرها كده، مش عارف اذاكرها كده، اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي مش عارف اذاكر دي كده. يبقى انت مش عارف تحفظها، تستنتجها. الاستنتاج بتاع المعادله لو انت فاهم القانون مش هياخد منك اكتر من دقيقه في الامتحان وهتخلص. لو حافظ المعادله اوعى تنسى واحد على رو هنا وواحد على رو هنا، اوعى تنسى الواحد على رو دي، اوعى تنسى الواحد على رو. طب يا باشمهندس في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه عشان برضو لو انت حابب ايه برضو ما تتوهش في الموضوع، في طريقه تانية انا بفضلهاش قوي بس يعني خليها يمكن تعجب بعض الناس. يعني بص يا باشمهندس، شايف الديل اوبريتور ده؟ بدل ما هو اكس وواي خليه رو، يعني خليه رو وخليه فاي وخليه زد، اللي هو حول الديل اوبريتور ده للنظام بتاع السلندريكال. ماشي، والمفترض ان معادله الدي اللي فوق دي، المفروض معادله الدي اللي فوق هتبقى حاجه في الدي رو، وهتبقى يا باشمهندس حاجه في الدي فاي، وهتبقى يا باشمهندس حاجه في الدي زد، وتغير دول تخلي دي فاي وتخلي ده رو وتخلي ده زد. يعني كانك يا باشمهندس بالظبط عندك متجهين، والمتجهين في السلندريكال مش فارقه حاجه. دي تعمل ايه بقى؟ هتضرب عادي، هتضرب عادي، بس وانت بتضرب هتعمل الاتي. الرو، الرو تضربها في رو، الرو تضربها في رو بس، وده وده ما تضربهمش في حاجه. يعني تيجي بس عند الرو وتضربه هو في رو. يبقى انت بس حولت المتجهين، كل اللي انت عملته انك حولت المتجهين لنظام السلندريكال، وبعدين جيت على الرو لوحده وضربته في رو. واضرب يا باشمهندس عادي جدا بقى المتجهين في بعض، اضربهم عادي اهو، اضرب بقى كانك بتضربهم ضد برودكت. فلما تضربهم ضد برودكت هيبقى بارشل رو في الدي رو على بارشل رو، وبعدين بارشل الرو في الفاي دي فاي على الدي فاي، وبعدين بارشل الدي زد على بارشل زد. كانك بالظبط جبت دول، وفي الاخر يا باشمهندس اضرب في واحد على رو بعد ما تخلص. يبقى كده خلصت الحل وخلصت من المساله. ده لو انت عايز تعمل كده، يعني ده لو انت عايز تعمل كده، ده لو انت عايز تعمل كده، ولكن انا افضل دي. انت عايز تحفظها احفظها، بس لو حفظت دي، لو قدرت تحفظ دي بالتاكيد هيبقى صعب يا باشمهندس عليك انك تحفظ السفيريكال. والسفيريكال في الحاله دي يا باشمهندس لازم من استنتاجها. يعني الورست كيس خالص ان الدكتور يجيب لك المساله سفيريكال في الامتحان. السفيريكال ازاي بقى؟ نفس الكلام يا باشمهندس، عايز تجيب دايفرجنت دي ركز في السفيريكال لو فهمتها خلاص. بص يا باشمهندس، السفيريكال في كام احداثي؟ في ار وفي سيتا وفي فاي. ممكن يكون الار هو العمودي، وممكن يكون السيتا هو العمودي، وممكن يكون الفاي هو العمودي. حلو، ممكن يكون الار هو العمودي، ممكن يكون الار هو العمودي. يبقى المتغير هو السيتا والمتغير هو الفاي، وبما انك بتقول سيتا وفاي يبقى لازم احط هنا يا باشمهندس ار تربيع ساين سيتا اهو ببساطه، انا ما عملتش حاجه. وبعدين يا باشمهندس زائد ممكن يكون العمودي هو السيتا، طالما العمودي هو السيتا يبقى يا باشمهندس هنا في دي ار وهنا في دي فاي، وبما ان في فاي يبقى ار ساين سيتا. ها، وممكن يكون يا باشمهندس الفاي هو اللي عمودي، يبقى في الحاله دي يا باشمهندس في دي ار وفي دي سيتا، وبما انك بتعبر عن السيتا فلازم تضرب في ار. وبعدين يا باشمهندس اقسم على الحجم اللي هو ار تربيع ساين سيتا دي ار دي سيتا دي فاي. ها، نفس الفكره بتاعت السلندريكال بالظبط. ها، بص يا باشمهندس، الفاي يروح مع الفاي، السيتا تروح مع السيتا، ها الساين سيتا تروح مع الساين سيتا. انا هعمل بيها ايه؟ الساين سيتا دي مش عايزها في حاجه، الساين سيتا تروح مع الساين سيتا. بس الار تربيع والدي ار دي معادله في الار، فما ينفعش يا باشمهندس اشيل الار تربيع مع الار تربيع. يبقى الناتج بتاعك هيبقى واحد على ار تربيع بارشل دي ار في الار تربيع باي بارشل ار. ها، اللي بعدها يا باشمهندس، الار الدي ار تروح مع الدي ار، ها الدي فاي تروح مع الدي فاي، الساين سيتا ما ينفعش تروح مع الساين سيتا، لان يا باشمهندس ساين سيتا وانت اصلا بتفاضل على سيتا،
فما ينفعش تطير الساين ثيتا، يبقى الساين ثيتا مش هتطير. الار تطير مع التربيع، الار اللي فوق تطير مع التربيع اللي تحت. يفضل يا باشمهندس معاك واحد على ار ساين ثيتا ان انت ما طيرتهاش، بارشل دي ثيتا ساين ثيتا على بارشل ثيتا. يعني يا باشمهندس اللي انت بتفاضل عليه ما تطيروش، اللي انت بتفاضل عليه ما تطيروش. تعالى يا باشمهندس بقى في الفاي، ها بص بقى في الفاي، الدي ثيتا تروح مع الدي ثيتا، الدي ار تروح مع الدي ار، الار هتروح مع التربيع برضو، الار هتروح مع التربيع. فيفضل بس معاك يا باشمهندس واحد على ار ساين ثيتا، حلو كده، بارشل دي فاي بارشل فاي. ادي يا باشمهندس في النظام السفيريكال، ادي يا باشمهندس في النظام السلندريكال، ادي يا باشمهندس في النظام الكارتيزيان. عايز تحفظهم ماشي، عايز تستنتجهم برضو ماشي، عايز تعملهم بالفهلوة بطريقة انت تذاكرهم بيها برضو ماشي. المهم ان يا باشمهندس تتوقع الاسوأ، ان ولا معادلة من دول هتبقى معاك في الامتحان. يبقى الدكتور مش هيقول لك او مش هيجيب لك المعادلات دي في الامتحان جيفن عشان تعرف تعوض فيها. وفي الغالب يا باشمهندس في الامتحان الدكتور مش هيجيب لك معادلة تجيب منها كل الحالات دي، هو هيجيب لك كومبوننت واحد بس. يعني مثلا يا باشمهندس هتلاقي الدكتور جايب لك ايه؟ كاتب لك كده، كاتب لك ان الدي بيساوي 20 ار في اتجاه الاي ار بس. مثلا يبقى انت يا باشمهندس في الحالة دي محتاج تستخدم القانون ده كله ولا تستخدم الحته دي بس؟ يبقى انا مش محتاج الباقي ده بقى خالص، عايزه في ايه؟ ما هو مفيش باقي كومبوننت تانية. ما هو ده يا باشمهندس الدي ار، هو ده الدي ار. فمعنى كده يا باشمهندس ان انا ما عنديش غير ده، فخلاص يبقى انا مش عايز ده ومش عايز ده لانهم اصلا بصفار مش عندي. طالما مش عندي يبقى بيشيلهم من القانون، فبيخليك تحسب على ده بس. ما بيجيبلكش معادله طويله وتقعد في الامتحان سنتين تعمل فيها، لا، في ثانيه يا باشمهندس بتلاقي الدنيا بسيطه. اللي ممكن يجيب لك فيها كتير ويجيبها لك كلها هو ده، اصل ده سهل، هتشتق الاكس وتشتغل هنا الواي وتشتغل هنا الزد وتشتغل على طول سهله. وخد بالك يا باشمهندس من حاجه في منتهى الاهميه، بارشل ديريفاتيف، بارشل ديريفاتيف، بارشل ديريفاتيف. يعني يا باشمهندس انت بتشتق الحاجه دي بس، بتشتق على الرو بس، هنا بتشتق على الاكس بس. يعني يا باشمهندس لو المعادله بتاعتك مكتوبه اكس في الواي في الزد فانت بتشتق على الاكس فقط، هنا بتشتق على الواي فقط، هنا بتشتق على الزد فقط. بارشل ديريفاتيف نوت ديريفاتيف، عشان ما تجيش في الامتحان تلاقي نفسك بتشتق في الاكس وفي الواي وفي الزد، لا انت بتشتق على الحاجه بتاعتها بس، بارشل ديريفاتيف. طيب تعالى يا باشمهندس ناخد مثال على الدايفرج بقى. ايه الدايفرجنس اللي احنا بنقوله ده؟ لن امتحان من مساله دايفرجنس او دايفرجنس ثيوريوم، لن يخلو امتحان سواء ديفرجنس يا باشمهندس. ادي مساله رقم واحد، الدكتور مديك الدي بيساوي اكس واي زد في اتجاه اليو اكس زائد 4 واي زد تربيع في اتجاه اليو زد، حلو كده، ات بوينت بي 1 وسالب 1 وصفر. فايند ديفرجنس، بس بتلاقي المساله كده evaluated divergence find the divergence estimated divergence. اول حاجه يا باشمهندس بسيطه، هتقول له divergence، يبقى يا باشمهندس diverge الدي واكتب القانون، اكتب القانون. ها دي يا باشمهندس مساله في الكارتيزيان، طالما مساله في الكارتيزيان يا باشمهندس يبقى سهله، partial الدي اكس باي partial اكس زائد partial الدي واي باي partial واي زائد partial الدي زد باي بارشال زد. واقعد بقى يا باشمهندس دور فين الاكس وفين الواي وفين الزد. ادي يا باشمهندس الدي اكس اهو، ادي يا باشمهندس الدي اكس بتاعك، ادي الدي اكس، وادي يا باشمهندس الدي واي او ادي الدي زد والدي واي بصفر، مفيش دي واي، حلو مفيش دي واي، يبقى يا باشمهندس مفيش دي واي يبقى ده مش موجود، خلاص يلا يا باشمهندس نفاضل بسيطه بقى، فاضل يلا بارشال الدي اكس بالنسبه للاكس، بالنسبه للاكس يبقى يفضل ايه؟ هنا يا باشمهندس بالنسبه للزد هيفضل ايه يا باشمهندس؟ هتفضل الزد يبقى 8 واي زد، يبقى يا باشمهندس زائد 8 واي زد. خد بالك يا باشمهندس ده في اتجاه الاكس وده المفروض في اتجاه الايه؟ في اتجاه الزد. ينفع اللي انا كاتبه ده ولا غلط؟ يعني الاتجاهات دي صحيحه ولا خاطئه؟ صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ ممتاز، ضد برودكت يا باشمهندس، ضد برودك. الدايفرجنس لا يعنيه الاتجاه، الدايفرجنس فقط القيمه. يبقى يا باشمهندس واضحه، خد بالك بقى ارجع كده، الجريد متجه،
الجريد دي الاوبريتور لوحده متجه، الجريد متجه، الكيرل متجه. اما يا باشمهندس الدايفرجنس قيمه سكيلر، يبقى برضو يا باشمهندس لو اتسالت الدايفرجنس سكيلر ولا متجه، لا يا باشمهندس سكيلر، اقصد دوت برودكت، مش فارق معاه الاتجاهات. بعد كده يا باشمهندس عايزك تحسب الدايفرج عند النقطه اللي هو مديها لك. طب هو يعني ايه المشكله؟ واي وزد صفر وده بصفر، يبقى الناتج يا باشمهندس هيطلع صفر، لان النقطه اللي هو مديها لي مديني الزد فيها بصفر. طب يلا مساله كمان، يقول لك يا باشمهندس انا عندي الدي بيساوي 20 رو في اتجاه الاي رو زائد 2 زد في اتجاه الاي زد. دي انه نظام؟ ده انه نظام سلندريكال. يبقى يا باشمهندس لو انت عايز تجيب دايفرجنت دي 1 على رو بارشل دي رو في الرو باي دي رو زائد يا باشمهندس، طبعا ما فيش فاي يبقى مش لازم تكتبها، اكتب الزد بس، بارشل زد او دي زد باي بارشل زد. يلا يا باشمهندس ها تعمل ايه؟ بص بقى القوس ده، القوس ده خلصه الاول. يعني يا باشمهندس الدي رو بكام؟ الدي رو ب 20 رو، الدي رو ب 20 رو، يعني ممكن تشيل ده اهو وتكتب مكانه 20 رو، فال 20 رو تبقى 20 رو تربيع. ها اشتق الاول ال 20 رو تربيع، فتشتق ال 20 رو تربيع تطلع 40 رو، وبعدين تضرب 1 على رو في ال 40 رو يديك 40. بارشل باي بارشل زد يا باشمهندس لما تشتق دي تطلع 2 زد، فلما تشتق الزد يا باشمهندس تطلع لك 2، يبقى زائد 2 يبقى الناتج بتاعك 42. بس ادى الدايفرج. ها يجي يا باشمهندس بعد كده يغيرها لك، يخليها لك مثلا في الار، فتحط يا باشمهندس الار وتشتق وتشوف الدنيا ماشيه ازاي او الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. ادى الدايفرج. بياخد بقى يا باشمهندس الدايفرج ده، خد بالك ده اللي هيجي لك في الامتحان، هيجي يقول لك يا باشمهندس معادله للدي، ويقول لك يا باشمهندس احسب لي الدايفرجنس، احسب لي، خلي بالك بيقول لك ايه، احسب الدايفرجنس، احسب الدايفرجنس. بما انكم بقى في امتحان الميدترم، ففي الغالب يا باشمهندس الدايفرجنس ثيوريام دي مش هتجي لك في الامتحان. ليه بقى؟ اصل الدايفرجنس ثيوريام دي لازم انت تثبت له ان الرايت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد، ففي الغالب الدكتور مش هيتعرض لدي في امتحانات الميدترم. ليه بقى؟ هيتعرض لده عشان ده بيتحسب، انما ده بيتحقق. يعني ايه بيتحقق؟ يعني يا باشمهندس لازم عندك طرفين، لازم تثبت له ان ناحيه اليمين بيساوي ناحيه الشمال، فبيسموا ده دايفرجنس ثيوريام، نظريه الدايفرجنس. نظريه الدايفرجنس دي عشان بس ما حدش يكون بيدرس وفاهم احنا بنستخدم النظريه دي في ايه. نظريه الدايفرجنس دي من اهم النظريات المستخدمه يا باشمهندس في برامج زي برنامج الماتلاب. برنامج الماتلاب لما بيجي يا باشمهندس يعمل، لما بيجي يعمل ران، لو فشل ان هو يعمل رن بيبقى بسبب الدايفرجنس، ولو نجح ان هو يعمل رن بيعمل حاجه اسمها الكونفرجنس. كونفرجنس يعني نجح ان هو يشتغل. حتى بيجي يقول لك يا باشمهندس ان برنامج الماتلاب لما تيجي تشغل برنامج كبير وعملت مثلا الامر بتاع تيك توك اللي هو فوق بتاع الزمن، فبيجي يقول لك ان انا عملت كونفرج في زمن كذا، كونفرج في زمن كذا، ولو فشل بيكتب لك تحت دايفرجنس، انا فشلت ان انا اعمل يا باشمهندس كونفرج. دايفرجنس ده عباره عن برمجه بيبرمجها هو الماتلاب عشان يخليه يا اما يعمل كونفرج يا اما يعمل دايفرج، يشتغل او ما يشتغلش. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها في التشعب. دايفرجنس ثيوريوم، دايفرجنس ثيوريوم خلاص بيقول لك ايه؟ تفاضل دايفرج دي في الدي في يساوي تفاضل الدي نورمال في الدي اس. يا شباب اللي عايز تفضل اتفضل. ها قانون الدايفرجنس، خلي بالكم، ها خلي بالكم عشان احنا في قانون تاني هناخده، في قانون تاني احنا هناخده بس في الاخر، اسمه بايو سافرت، قانون بايو سافرت. ففي قانون شبه ده كده، في قانون شبهه بس بدل ما بيتعامل مع الدايفرجنس هيتعامل مع الكيرل. فعشان كده يا باشمهندس حته الكيرل دي احنا بنعوزها بس كمان شويه، كمان شباتر بعد الميدترم. فالحته دي في الاول ده اسمه قانون الدايفرجنس. بص كده يا باشمهندس على قانون الدايفرجنس كده وقول لي انت شايف ايه. بص انا شايف دايفرجنت دي، انا شايف دايفرجنت دي، اه شايفين دايفرجنت دي صح، بس يا باشمهندس شايف حاجه مش 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 طبيعيه. يعني ايه دايفرجنت دي مضروب في الدي في؟ هو يا باشمهندس لما اجيب دايفرجنت دي ده هيديني حجم؟ قال لك اه هيديك حجم. ارجع كده في اول السكشن وانا شغال، مش قلت لك يا باشمهندس ان في قانون اسمه قانون ماكسويل؟ قانون ماكسويل ده كان بيقول ايه؟ ماكسويل قال انك لو جبت الدايفرج بتاع الدي هيديك يا باشمهندس ايه؟ رو في.
فده كأنه بالظبط رو في كثافة شحنة حجمية، وبما ان ده كثافة شحنة حجمية يبقى لما تكامل عليه تكامل على حجم. فعشان كده استخدم قانون ماكسويل في النظرية. طب ده لا ده فاهمينه بقى يا باشمهندس، لما تضرب الدي في الدي اس تكامل على ايه؟ تكامل على مساحة، لان الدي اصلا عبارة عن شحنة على مساحة، يبقى انت بتكامل على مساحة. لو قدرت يا باشمهندس تحقق الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد، يبقى انت قدرت تحقق الدايفرجنس. لو فشلت انك تحققهم يبقى انت ما عرفتش تحقق الدايفرجنس. دي الفكرة. يبقى هو الفكرة بتاعتنا ان احنا نحقق الطرفين. بتجيلك ازاي بقى في الامتحان لو كان بيجي الامتحان ريتن زمان؟ طبعا الدكتور مش هيجيبها لك اثبات، ولكن ممكن يطلب منك الاثنين على حده، يطلب منك الاثنين على حده. ففي مساله كبيره كده بيقول لك ايه مثلا، تعال عشان نشوف بيتحقق الدايفرجنس ده ازاي. جايب لك الدي بيساوي 20 رو في اتجاه اليورو زائد زد في اتجاه اليو زد. دي كده معادله الدايفرجنس، او حتى خلي دي 20 رو تربيع مثلا. دي كده معادله الدي. وبعدين قال لك ايه؟ لازم يا باشمهندس في مساله الدايفرجنس الدكتور يديك الحدود، الدكتور يديك الحدود. فمثلا قال لك ايه؟ قال لك يا باشمهندس ان الرو ده محصور من 1 الى 2، والزد محصور من 0 الى 1، والفاي من غير فاي، خليها باي ديفولت مثلا. ادى يا باشمهندس المساله بتاعته، ادى يا باشمهندس المساله بتاعته. وقال لك ايه؟ كذا حاجه بقى، شوف المطالب اللي ممكن تيجي في المساله دي، وفي الغالب مش هنطلع بره الكلام ده. اول مطلوب يا باشمهندس بيطلبوا منك انك تجيب الدايفرجنس لوحده. يعني يا باشمهندس رقم واحد يقول لك احسب الدايفرجنس، اهو احسب كالكيوليت الدايفرجنس، بس ده المطلوب الاولاني. فكل اللي انت هتعمله يا باشمهندس انك هتروح تجيب دايفرج الدي، هتروح تجيب دايفرج الدي. يبقى يا باشمهندس هتيجي تجيب له دايفرج الدي. المساله بتاعتك في انه نظام سلندريكال، سلندريكال. يبقى يا باشمهندس شوف عندك كام كومبوننت عمودي، ممكن يكون الرو، ممكن يكون الزد، مفيش فاي. يبقى يا باشمهندس المعادله بتاعتك تختصر في 1 على رو بارشل الرو في الدي رو مقسومه يا باشمهندس على الدي رو زائد بارشل الدي زد باي بارشل زد. يلا يا باشمهندس نفاضل. ها الاول حط يا باشمهندس الدي رو جوه، فلما تحط الدي رو تديك 20 رو تربيع، تضربها تبقى 20 رو تكعيب. 20 رو تكعيب دي لما نشتقها في الاول اهو يبقى 1 على رو 20 رو، وتضرب في التربيع يبقى 20 رو تكعيب. تفاضل يا باشمهندس التكعيب فتديك 60 رو تربيع اهو، وبعدين يا باشمهندس زائد فاضل الزد فتديك 1. يبقى يا باشمهندس لما تحلها يبقى اضرب الكلام هنا، ادي الرو يبقى تديك 60 رو زائد 1. ده يا باشمهندس دايفرج دي، متشكرين. بس ده كده الدايفرج. ويجي يقول لك ايه بقى؟ خلي بالك احسب لي مثلا يا باشمهندس دايفرج دي عند النقطه 1 وزاويه 30 درجه وصفر. فتقوم جاي يا باشمهندس معوض عن الروب 1 فيطلع لك 61 وشكرا، ادي يا باشمهندس دايفرج دي، متشكرين. ده اول مطلوب. المطلوب الثاني يا باشمهندس بص كده، الدكتور يطلب منك كثافه الشحنه الحجميه. يقول لك يا باشمهندس فوليوم تشارج دينستي. الفوليوم تشارج دينستي بتساوي ايه؟ بتساوي دايفرج دي، قانون ماكسويل يا باشمهندس. يبقى الخطوه اللي انت جبتها فوق هتكتبها تاني هنا تحت، بس تكتب هنا كولوم على المتر المكعب اهو. ببساطه قانون ماكسويل، سهله دي. خلي بالك في مساله في الشيط على الكلام ده، قانون ماكسويل. تالت حاجه يا باشمهندس الدكتور يقول لك حقق قانون الدايفرجنس، حقق قانون الدايفرجنس. كانت بتيجي كده زمان، حقق قانون الدايفرجنس. فيحققه ازاي؟ والله يا باشمهندس تحقيق قانون الدايفرجنس معناه انك تكتب العلاقه الاول كتبناها، وبعدين يا باشمهندس تجيب لي الدايفرجنس. ما انت اصلا جبته، هو الدايفرجنس يا باشمهندس مش معادلته. خد بالك بقى، مش هتعوض ب 61، امال هتعوض بايه؟ هتعوض بالمعادله، بالمعادله. طب يا باشمهندس هو المعادله كانت 60 رو زائد 1، يبقى المعادله بتاعتي يا باشمهندس عباره عن 60 رو زائد 1. ها الدي في، هو الدي في في حاله السلندريكال كان بيساوي ايه؟ السلندريكال كان عباره عن رو دي رو دي فاي دي زد، صح؟ وبتكامل ثلاث مرات، مره على الرو اللي هي من 1 ل 2، مره على الزد اللي هي من 0 ل 1، مره على الفاي اللي هي باي ديفولت مش معايا بس 2 باي. تعرف تكامل الحجم؟ اضرب بقى يا باشمهندس وكامل، هتكامل الرو وتعوض في حدوده، هتكامل يا باشمهندس الفاي وتعوض بحدوده. لو حبينا مثلا نضرب يا باشمهندس هنا، اضرب كده 60 رو، يبقى 60 رو زائد 1. خلي بالك التكامل هيتم مرتين لان في تكاملين. 60 رو يبقى 60 رو تربيع.
يبقى لو حبينا نقسم التكامل ده هيبقى عبارة عن كده مثلا اهو 60 رو تربيع، ده التكامل الاولاني. وبعدين يا باشمهندس في تكامل تاني من صفر لواحد، من واحد لاتنين، من زيرو لاتنين باي، بس في واحد هنا، فيبقى عبارة يا باشمهندس عن رو دي رو دي فاي دي زد اهو، بس عشان كان في واحد بس في القانون فالقانون اتوزع. يلا يا باشمهندس فاضل 60 رو تربيع، لما تتفاضل تبقى 20 رو تكعيب. ها يبقى يا باشمهندس 20 رو تكعيب من واحد لاتنين. تكامل على الزد يبقى يا باشمهندس في زد من صفر لواحد، تكامل على فاي يبقى في فاي من صفر من باي. نفس الكلام الناحيه الثانيه يا باشمهندس، زائد الرو لما تفاضل عليها تديك رو تربيع على الاثنين من واحد لاثنين، وبعدين في زد من صفر لواحد، وبعدين في فاي من صفر لاثنين باي. اظن سأل انك تعوض بقى يا باشمهندس، عوض وهتطلع رقم، يبقى انت كده حققت الليفت هاند سايد كده يا باشمهندس. يبقى انا خلصت الليفت هاند سايد ده خالص. الدكتور بقى مش هيقول لك اثبت الاثنين، بس ممكن يقول لك يا باشمهندس انا عايزك في المساله، يجي يقول لك في المساله مفيش اثبات، بس يجي يقول لك يا باشمهندس الرايت هاند سايد في ناحيه، الرايت هاند سايد في قانون الدايفيرجنس يساوي كام، الليفت هاند سايد في قانون الدايفيرجنس بيساوي كام، يعني يقصد تجيب ده يقصد تجيب ده. وبعدين ممكن يزود لك مطلوب في الاخر يقول لك يا باشمهندس از دايفيرجنس كونفرتد اور نوت، تقدر تتحول او لا، او الكونفرجنس يا باشمهندس ابلايد اور نوت، اتحققت ولا ما اتحققتش. والله لو انت مطلع النتيجين صح يبقى اتحققت، طلع النتيجين غلط يبقى ما اتحققتش، او يجيب لك في صيغه صح وغلط ترو فولس، فيقول لك يا باشمهندس الدايفيرجنس از ابلايد ترو فولس، از نوت ابلايد ترو فولس، فعادي ممكن نتغلب عليها بطرق ثانيه. طب يا باشمهندس احقق الليفت الرايت هاند سايد ازاي؟ ها الرايت هاند سايد ده عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن التغير في المساحه، تغير في الدي بالنسبه للمساحه. بص بقى عشان ما تتلخبطش، علشان تحسب ناحيه اليمين لازم تبص الاول انت معاك كام حد في المساله، معاك كام حد في المساله، الرو والزد. طب الرو والزد دول لا، معاك كام حد في المساله مش معناها الرو والزد، معاك كام حد في المساله يعني معاك كام رقم في المساله في الحدود، معاك اربع ارقام، اقصى عدد من الارقام ممكن يكون معاك هو ستة لو انا اديتك الفاي، صح ولا غلط؟ انما انا هنا مديك كام حد، مديك الواحد والصفر ومديك الواحد والاثنين، يعني مديك حدين في الرو ومديك حدين في الزد. عارف يا باشمهندس هتستفيد من الحدود دي في ايه؟ انك تكتب التكاملات بتاعتك. يعني ايه بقى تكتب التكاملات بتاعتك؟ عشان تحسب اللي ناحيه اليمين يا باشمهندس محتاج تكتب العلاقه بتاعتك اهو يا باشمهندس اهو، انا عايز اكامل الدي نورمال في الدي اس. المساله بتاعتك يا باشمهندس فيها كام حد؟ فيها حاجه في الرو وفيها حاجه في الزد، صح؟ في حاجه في الفاي؟ مفيش. يبقى المفترض يا باشمهندس ان مين اللي ممكن يكون ثابت؟ ده ممكن يكون ثابت وده ممكن يكون هو الثابت. يبقى اذا يا باشمهندس انت عندك تكاملين. بص بقى التكاملين اللي عندك، انت عندك يا باشمهندس تكامل مره لما يكون الرو هو الثابت، وفي الحاله دي يا باشمهندس هيبقى المتغير هو الفاي هو الزد وتضرب في الرو. وعندك مره يا باشمهندس لما يكون الدي زد هو الثابت، وفي الحاله دي يا باشمهندس هيبقى الدي رو والدي فاي، وهنا هتضرب في رو. حد عنده اعتراض في كده؟ انا عندي مركبتين ثابتين، واحده في الرو وواحده في الزد طبقا للكلام، فلما اجي يا باشمهندس اكامل هكامل مرتين، مره لما الرو يكون هو الثابت يبقى الاثنين التانيين متغيرين، ومره لما يكون الزد هو الثابت بس الاثنين التانيين متغيرين. بس يا باشمهندس في مشكله. ايه هي المشكله دي بقى؟ قال لك يا باشمهندس انت في العلاقه دي، في العلاقه ده اللي فوق دي، المفترض انك بتكامل على ايه؟ على الفاي وعلى الزد. طب الرو دي هعوض عنها بكام؟ بواحد ولا باتنين؟ معرفش، ادي اول نقطه. طب يا باشمهندس ما انت في العلاقه دي، في العلاقه ده بتعوض عن الفاي وبتعوض عن الزد، او بتكامل على الفاي وبتكامل على الرو، بس يا باشمهندس دي زد اصلا معادله في الزد، فهعوض عنها بصفر ولا بواحد؟ يبقى يا باشمهندس اصبحت في معضله، انت بتكامل مره والروب اتنين، وبتكامل مره وبالروب واحد، وبتكامل مره والزد بواحد، وبتكامل مره بالزد باتنين. هو ده بالظبط. تبص يا باشمهندس انت عندك كام حد تكامل؟ انا معايا واحد اتنين، معايا واحد اتنين، يعني معايا اربع حدود، يبقى معاك اربع تكاملات مش اتنين. تكامل اولاني لما الروب اتنين ناقص تكامل تاني نفس التكامل ده بس لما الروب واحد، تكامل لما تكون الزد بواحد ناقص نفس التكامل ده بس لما تكون الزد بصفر.
يبقى أربع تكاملات، تاخد الحد الأكبر تخليه هو الموجب، والحد الأصغر تخليه هو النيجاتيف. الحد الأكبر هو الموجب والحد الأصغر هو النيجاتيف. طب لو كنت أنا بقى في الامتحان مديلك الفاي محصورة من صفر الباي، كنت هزود تكاملين كمان، تكامل لما الفاي بباي وتكامل لما الفاي بصفر. طب افرض يا باشمهندس كنت جايب لك في الامتحان كده بس، يبقى كم تكامل؟ هما اتنين بس يا باشمهندس، تكامل في الرو وتكامل في الزد. تكامل في الرو باتنين مره وتكامل في الرو. يبقى شوف الحدود بتاعتك في المساله كام وعلى هذا الاساس حط. في سنه من الامتحانات الدكتور عملها كده، بص الرو من واحد لاتنين والزد بتساوي ثلاثه، كده يبقى انا عندي كام تكامل هعمله؟ بالظبط هعمل تكاملين اهو، وتكامل واحد عند الزد بثلاثه وخلصت، ولا هطرح ولا هعمل. وفي سنه جابهم خمسه، عمل ايه يا باشمهندس؟ قام جاي كاتب الزد محصوره من واحد لثلاثه والفاي بيساوي اتنين باي، يبقى كده كام تكامل؟ خمس تكاملات، لان كانت الفاي هي رقم واحد بس ولا كان صفر ولا نيله، يبقى كنت مره هتفاضل هنا ومره هتفاضل هنا ومره هتفاضل على الفاي. تحقق الرايت هاند سايد يساوي الليفت هاند سايد، يبقى كده يا باشمهندس انت حققت الدايفرجنس ثيوريوم، وكده يبقى احنا خلصنا المنهج بتاعنا. ذاكر الكلام ده اللي خلصنا قبل